السلام عليكم مشاهدين ومتابعين قناة غزلان شانيل، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم معي في فيديو جديد في القناة. كنعتذر بزاف على الغيبة اللي غبت عليكم، وكنتمنى ان شاء الله ان نرجع لكم بالجديد، وسمحوا لي بزاف. مهم ان شاء الله هاد الفيديو غادي نقدم لكم واحد الماسك اللي صراحة زوين بزاف بزاف، غادي تحتاجوه بزاف. هاد الماسك لاش كيصلح؟ كيصلح بالنسبة للمشاكل ديال البقع الداكنة اللي كتكون عندنا في الوجه، بالنسبة للكلف اللي كيكون عندها الكلف في الوجه، خصوصا العيالات اللي تيكونوا يلاه ولدوا. مزيان كذلك لتبييض البشرة، لشد البشرة كذلك مزيان للتجاعيد. هاد الماسك هذا كما كتشوفوا معايا ما فيهش بزاف ديال المكونات، جوج ديال المكونات، وهادو ضروري غيكونوا متوفرين عندكم في الدار، يعني ما تحتاجوش انكم عاد تمشيو تجيبوهم، هاد جوج مكونات موجودين عندنا في الدار. بالنسبه لهاد المكونات بلا ما نطول عليكم، كما كتشوفوهم معايا هما هادو. اول مكون اللي هو الكركم، كنحتاج هنا معلقه صغيره عامره شويه. الكركم راكم عارفين هو مزيان بزاف للبشره، للوجه، كيعطي واحد التبييض زوين، كيحيد لنا المشاكل ديال الكلف، ديال البقع الداكنه، ديال يعني اي مشكل كيكون عندنا ديال الوجه بالنسبه للكحوليه راه مزيان ليه الكركم. عندنا كذلك هنايا كما كتشوفوا معايا اصفر بيضه، عندي اصفر بيضه والكركم، هادو هما المكونات اللي غنحتاج في هذه الوصفه، وكما قلت لكم راه متواجدين عندكم في الدار، ما تحتاجوش زعما تخرجوا تجيبوهم على برا. عندي هنا هاد الاناء هذا فين غادي نخلط هاد الماسك ديالي. المهم ان شاء الله انا غادي نخلطه معاكم، وغادي نقول لكم من بعد شنو المده اللي غتستعملوه وشحال غتخليوه في الوجه. المهم خليكم معايا. كما غتشوفوا معايا دابا نخلط هاد الماسك، غناخذوا اصفر بيضه بحال هكا، غناخذوا ملعقه صغيره ديال الكركم، وغادي نخلطوا كلشي. هذا هو الماسك ديالي، هو واجد من اسهل ما يكون، عطيتكم يعني اسهل وصفه اللي ما غاديش تقدروا تعكزوا باش انكم تنوضوا ديروها. والمكونات كما قلت لكم متواجدين عندكم في الدار، يعني حيدي العكس ديالك ونوضي سيري زدي ديري الوصفه وديريها على وجهك. ها هو الماسك ديالي كيجي بحال هكا كما كتشوفوا، راه هاد الماسك هذا واعر 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 بزاف، وعندو نتيجه زوينه بزاف والله. المهم بالنسبه للتطبيق ديالو كما كتشوفوا، بالنسبه للتطبيق ديال هاد الماسك هذا كديروه على البشره ديالكم تكون نقيه، البشره تكون نقيه، وديروا الماسك على البشره ديالكم بحال هكا. حاولوا ما امكن انكم تطبقوه على البلايص اللي عندكم فيها يعني الكلف، ولا عندكم فيها هذا بقع داكنه، يعني البلايص اللي عندكم متضرره في البشره ديالكم. بالنسبه لهذا الماسك كيصلح بزاف للبشره الجافه، هذا الماسك كيصلح للبشره الجافه كما شفتوا معايا، غتطبقوه بحال هكا على وجهكم كامل بحال هكا، وغادي تخليوه واحد 20 دقيقة حتى 30 دقيقة. طبعا نتوما غتلاحظوا انه غادي يبدا ينشف، تقريبا كياخذ في الوقت 20 حتى 30 دقيقة. المهم انا غادي نخليها تنشف ونرجع معكم. كما كتشوفوا البنات بعد ما خليت الماسك ديالي على يدي، ها هو راه نشف، هانتوما كتحطوا عليه يديكم ما تيبقاش يلصق، هذا معنى انها صافي راه غتمشيو تغسلوها. وراكم عارفين البيض هو يا راه كيجلس واحد شويه تيبدا يقصح، فهاد الوصفه راه كما قلت لكم مزيانه حتى لشد البشره. عرفتي راه ملي غديروها لوجهكم، انا راه داكشي اللي بقى راه درته في وجهي دابا، عرفتي كنحس بالوجه ديالي كيتجمع، يعني كتشد لكم البشره ديالكم، مزيانه بزاف اللي عندها التجاعيد. وكما قلت لكم الحوايج الاخرين اللي هو الكلف والبقع الداكنه والتبييض، مهم وصفه واعره واعره، بغيتكم تجربوها. نسيت ما قلت لكمش واحد القضيه، انه الكركم اللي غتستعملوه طبعا يكون ديال التجميل، ما يكونش ديال الطياب، يعني اللي ما كيخليش لكم اللون على اللحم، خذوا هذاك اللي كيكون ديال التجميل. المهم انا غنمشي نغسلها ونرجع معكم. كما كتشوفوا معايا البنات انا غسلتها، عرفتوا البنات والله حتى كاين واحد الفرق صراحه في الكاميرا، راه ما كيبانش بزاف، مباشره كيبان عندي انا الفرق في هاد اليد فاش درتها على هاد اليد هذه اللي ما درت فيها والو. المهم هاد الوصفه هذه تقدروا تستعملوها الا بغيتوا يوميا، الا قدرتوا، يعني الا كنتوا من الناس اللي ما كيعكزوش على الوصفات،
تقدروا تستعملوها يوميا على البشره، الا غتلقاو نتيجه بسرعه. الا ما كنتوش كتستعملوا وصفات وكنتو كتعكزوا عليهم، فعلى الاقل جوج مرات حتى ثلاثه المرات في الاسبوع تقدروا ديروا هذه الوصفه هذه. وطبعا هذه الوصفات الطبيعيه كيبغيو انكم تتبعوهم باش ان شاء الله تلقاو نتيجه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وما تنساوش تخليوا لي لايك وتشتركوا في القناه، واللي كيشوف القناه اول مره يضغط على زر الجرس باش ان شاء الله يتوصلكم كل جديد كنحطو لكم. ومن هنا كنقول لكم السلام عليكم، حتى نتلاقى معكم ان شاء الله فيديو جديد مره اخرى. السلام عليكم.